الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. وفي ختامها نتابع هذا المسيرة، نتابع شوط المحليات من إذاعة القعدان، والصدارة والمقدمة مصيحان خليفة بن محمد بن عبد الله بن يميع السبوسي من يأتي على صدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني هماش حماد بن خليفة بن محمد الكعبي من يأتينا على المركز الثاني. وفي المركز الثالث ظبيان لمحمد بن درويش بن عاطف المزروعي، ويصل هنا ولد الظبي علي بن سلطان بن علي بن حمد العرياني المنطلق. رابعا وفي المركز الخامس شاهين سالم بن علي بن خميس ولد حسين العويسي المنطلق بهذا الأداء على خامس المراكز. وفي المركز السادس مرسال المسري بن سالم بالعرطي الحميري من يأتينا على سادس المراكز. وفي المركز السابع المركز السابع والتسلل في هذه اللحظات مياس يأتينا بهذا الانطلاق لمحمد بن غانم بن علي بن أحمد المنصوري المنطلق، وشعار بوظفيرة يأتينا في هذه اللحظات بهذا الانطلاق المميز على ثامن المراكز محمد بن سالم بن عبيد بوظفيرة العامري. وفي المركز التاسع ملبي حمدان بن سالم بالكور المزروعي، والمركز العاشر مزاحم خلفان بن علي بن سالم الشامسي من يتواجد على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، أول نداء للمراكز العشرة الأولى ذعناها على حضراتكم. ونعود إلى صدارة، نعود إلى هماش على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. يسيطر على زمام الأمور حماد بن خليفة بن محمد الكعبي المنطلق على الصدارة، المنطلق على المقدمة وعلى المركز الأول. وصدارة هذا الشوط ظبيان يأتي على المركز الثاني، محمد بن درويش بن عاطف المزروعي المنطلق على ثاني المراكز. وفي المركز الثالث ولد الظبي علي بن سلطان بن علي العرياني من يأتينا ثالثا. وفي المركز الرابع مرسال المسري بن سالم بالعرضي الحميري. وفي المركز الخامس غازي إلى المقدمة في هذه اللحظات، غازي يتسلل لمحمد بن سالم بن عبيد بوظفيرة العامري من يأتينا خامسا. وفي المركز السادس يأتي شاهين سالم بن علي بن خميس ولد حسين العويسي المنطلق هنا على المركز السادس. وفي المركز السابع مياس محمد بن غانم بن علي بن أحمد المنصوري في هذا الانطلاق والتحدي الجميل. وثامن مراكزنا المركز الثامن وصل بالكور مع ملبي حمدان بن سالم بالكور المزروعي المنطلق هذه اللحظات. ثامنا وفي المركز التاسع وأول نداء في هذه اللحظات لصاحب المركز التاسع شاهين أحمد بن سالم بن مسلم العامري. والمركز العاشر سر يأتينا في هذه اللحظات الحمدان بن ناصر بن علي النعيمي على عاشر مراكزنا، أول نداء أيضا لسر في هذا الانطلاق والتحدي. نعود مشاهدينا الكرام إلى هماش، نعود إلى هماش على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. هماش لحماد بن خليفة بن محمد الكعبي من يأتينا على الصدارة، لا زال في المقدمة في المركز الأول. غازي قلنا غازي في هذا الانطلاق، غازي هنا لمحمد بن سالم بن عبيد بوظفيرة العامري. قلنا غازي المقدمة، غازي للناموس، غازي للسلام لأهالي الهير في هذا الشوط سابع أشواط هذه الفترة الصباحية. هنا بانطلاقته على الصدارة ينطلق على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط محمد بن سالم بن عبيد بوظفيرة. هذا الشعار اللي اعتدنا منه دائما وأبدا، يقدم ما لديه من جديد وجديد وإنجازات متميزة. المركز الثاني هماش حماد بن خليفة بن محمد الكعبي
الفطري الوصول في هذه اللحظات. يا سلام لحقوا هالبطلايب، يا سلام يا سلام لحقوا هالبطلايب. واروح واشقاي يا روح عنش غايب عن خلان اصدقاي. الله الله، هنا الوصول من مياس محمد بن غانم بن علي بن احمد بن نص المنصوري، من وصل بهذا الانطلاق الجميل. وهناك من الجانب الاخر اول نداء ايضا من الجانب الاخر القادم، هنا الذيب عبد الله بن حميد بن سيف بن كعيب من وصل على المركز الثالث. المركز الرابع شاهين احمد بن سالم بن مسلم العامري، وفي المركز الخامس هناك مزاحم لخلفان بن علي بن سالم الشامسي. ولكن نعود الى غازي، غازي على الصدارة على المقدمة على المركز الاول، يسيطر على زمام الامور، يسيطر على الصدارة، يسيطر على المركز الاول في سيطرة جميلة هنا على الصدارة وعلى المركز الاول. وبنقول سلام الهير، سلام سلام يا اهالي مدينة العين على هذا الاداء المميز الجميل الذي قدمه غازي هنا على الصدارة على المقدمة. يدخل في ساحة الرقص هنا بأداء جميل وعرض مميز على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني ذيب عبد الله بن حميد بن كعيب من يأتينا على المركز الثاني، ولكن هنا التدخلات التدخلات ومزاحم قادم لخلفان بن علي بن سالم الشامسي وأيضا المياس محمد بن غانم بن علي بن أحمد. ولكن نقول تهانينا تهانينا لهذا الأداء الجميل للغزال. سلام الهيرز غازي عفوا، سلام الهير سلام على فوز غازي بالمركز الأول. تهانينا والناموس محمد بن سالم بن عبيد وظفيرة العامري ولحظة وصوله إلى خط النهاية. المركز الثاني مياس محمد بن غانم بن علي بن نصر المنصوري، المركز الثالث مزاحم خلفان بن علي بن سالم الشامسي والذيب بن عبد الله بن حميد بن سيف بن كعيب، وفي المركز الخامس هناك ايضا شاهين الاحمد بن سالم بن مسلم العامري من وصل على المركز الخامس. ونعود الى التوقيت الزمني وتوقيت غازي بادائه الجميل وعرضه المميز. تهانينا والناموس على هذا الاداء الجميل لمشاهدينا الكرام. 7 دقائق 55 ثانية وفاء وتماما وكمالا هنا بهذا الأداء المميز الجميل. تهانينا لمحمد بن سالم بن عبيد بوظفيرة العامري، بينما المركز الثاني كان من نصيب مزاحم أو مياس مناطع على المركز الثاني محمد بن غانم بن علي بن أحمد بن نص المنصوري. 7 دقائق 57 ثانية 9 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. ثالث مراكزنا كان مزاحم لخلفان بن علي بن سالم الشامسي. شكرا يا أبو سويلم على هذا الأداء المميز. وهنا 7 دقائق 58 ثانية 5 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمن. تهانينا والناموس. نتابع مشاهدينا الكرام التحديات، نتابع الإثارة ونتابع